حياكم الله مشاهدينا الكرام. من فضل الله العظيم بأن مواسم الخير كثيرة، ومنها عشر ذي الحجة، وسوف نتحدث عن عشر ذي الحجة وضيفي وضيفكم في هذه اللحظات الشيخ ياسر الدوسري، وهو عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. أهلا وسهلا يا شيخ، وسعيدين بتواجدك معنا. حياك الله أستاذ خالد، وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات. الحقيقة أنا سعيد بمشاركتكم في هذا اليوم. نعيش موسم الحج ولله الحمد، بدأت تزداد أعداد الحجاج في مكة المكرمة، وبدأوا يتشوقون لأن يقوموا ويؤدوا مناسك الحج في اليوم السابع والثامن، وأيضا يوم عرفة، ثم الاستمتاع بهذه المناسك ويعودوا إن شاء الله وقد تقبل الله منهم هذا الحج. لكن نريد أن نتحدث يا شيخ ياسر عن عشر ذي الحجة. ما كانت عشر ذي الحجة وفضلها حقيقة؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قبل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين في هذه العشر المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيها على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوسر في هذا العام على الحجاج حجهم وأداء مناسكهم، وأن يجعلهم في أمن وعافية. اللهم آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمير الأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو وزير الداخلية الأمير أحمد على كل ما يقدمونه ويبذلونه من أجل إقامة هذه الشعيرة على أتم وجه وأحسن حال. نعم. أما ما يتعلق بهذه الشعيرة فلا شك أن العشر هذه نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى يمتن بها على العبد حينما يجعله يلحق بهذه العشر ويدركها. لا. وهذه العشر كما تعلم وكما لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الأيام على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، ولذلك فضل آخر الليل مثلا الثلث الأخير على النهار. لا. وعلى سائر الليل، وفضل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر مثلا على غيرها من الليالي في رمضان وفي غيرها. فكذلك الله سبحانه وتعالى فضل هذه العشر، وذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه والفجر وليال عشر، وهذه فسرها ابن عباس والجمهور من المفسرين على أنها العشر ذي الحجة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير الذي يعرفه عموم المسلمين، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. فقالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحقيقة المتأمل في هذه العشر يعرف أن سبب امتيازها كما ذكر ابن حجر رحمه الله، سبب امتيازها هو اجتماع العبادات كلها في هذه العشر. أمهات العبادات اجتمعت فيها: الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج نفسه، فريضة الحج اجتمعت في هذه العشر. فهذا يعطيك دلالة على أهمية هذه العشر. أيضا كذلك أن هذه العشر جاءت في آخر السنة. صحيح. وكونها جاءت في آخر السنة هذا يعطي أيضا يعني بعد جميل جدا، ألا وهو أنه رسالة للمفرطين. نعم. الذين فرطوا طوال العام أن يتداركوا أنفسهم في آخر السنة. جميل. ويتذكر بنهاية العام، يتذكر نهاية عمره. نعم. وإقباله على الله وتذكيره بالرسالة الحقيقية التي خلق من أجلها. ولذلك لعلي أن أختم هذه الفقرة بتأمل أيضا مهم جدا في شريعة الإسلام. نعم. أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان محطات تتذكر دائما. نعم. بها رسالته في الحياة، مثل هذه العشر، مثل رمضان، مثل حتى يوم الجمعة كذلك. نعم. هذا يذكر الإنسان برسالته في هذه الحياة. حتى السور التي تتلى في الصلوات، تتلى سورة الجمعة، سورة سبح، سورة الغاشية، هذه واضحة فيها رسالة الإنسان في هذه. نعم. في هذه الحياة. نعم. الحقيقة شيخ ياسر ودي أتحدث عن الأعمال المستحبة التي يستحب أن يقوم بها في عشر ذي الحجة، سواء للحاج أو غير الحاج. طبعا الأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يهتم بها في العشر هي قضية كل عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. وذلك العبادة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها هي الأعمال والأفعال التي يحبها الله. كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال داخل في عبادة الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان في هذه العشر أن يتدارك. فمثلا هذه العشر مثلا فيها التهليل والتكبير والتحميد. صحيح. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح يحبه إليهن فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. نعم. فيكبر الإنسان ويكون التكبير كما تعلم أنه قسمين، فيه مطلق وفيه مقيد. والمطلق يبدأ من أول أيام العشر إلى فجر يوم عرفة، ثم يبدأ المقيد
المؤيد الذي يكون بعد الصلوات إلى عصر يوم عصر آخر يوم في التشريق اليوم الثالث عشر. جميل جدا. وكذلك يوم عرفة وهذا مهم جدا، يعني حريص جدا الإنسان يعني هذا العشر كونها تمر. أنا نريد والمعلومة جدا هي رائعة وربما يعرفها عموم المسلمين، ولكن نريد أن نستذكرها مرة أخرى. هناك غير مقيد اللي هو التهليل والتكبير والحمد لله سبحانه وتعالى، الغير مقيد في كل وقت يقولها الإنسان في كل من وقت. اليوم الأول نعم. وحتى التاسع يوم عرفة نعم. لكن المقيد ما ذكرت وهو بعد الصلاة حتى إن شاء الله يعني فعلا يستفيد الإنسان من هذه الأيام هي بعد الصلوات اللي من يوم العيد نعم من يوم فجر يوم فجر يوم العيد فجر يوم عرفة فجر يوم عرفة من فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات مباشرة مباشرة بعد الصلوات مباشرة إلى عصر أيام التشريق إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق يبدأ التكبير المقيد وكذلك يوم عرفة كل إنسان يدرك هذا اليوم فهذه نعمة أيضا كبرى يوم من الله سبحانه وتعالى على العبد أن يدرك هذا اليوم فعليه استغلال هذا اليوم وهذا اليوم يكفر كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية لا. فالإنسان إذا 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 يعني لحق بهذا اليوم فهذه منة كبرى أيضا كذلك إدراكه أيضا ليوم النحر نعم. يوم النحر يوم العاشر من أيام العاشر ذي الحجة وهذا اليوم الذي تراق فيه الدماء والله سبحانه وتعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم حتى أن الله النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم أيام الله يوم النحر ثم يوم القر وش يوم القر قالوا يوم القر هو اليوم التالي ليوم النحر لأن الحادي عشر اليوم الحادي عشر لأن الحجاج يكونوا قد استقروا في ميناء فسمي يوم القر فهذه كلها يعني فضائل في هذه الأيام أيضا كذلك الأعمال الأخرى من الصالح من الصالحات من أعمال البر والإحسان الصدقة البر الوالدين صلاة الأرحام وأنا دائما أذكر حتى بعض الإخوة أقول لهم لا يعني اجعل حديثك دائما حتى في المجالس اجعله في العشر في هذه الأيام لماذا لأن حتى تكون أنت دائما تعيش الجو تعيش جو هذه العشر وفضل هذه العشر فاجعل حديثك في المجالس دائما حول هذا لا تنسى مثلا صلاة الضحى لا تنسى مثلا صلاة الوتر لا تنسى صلوات الرواتب لا تنسى كل عمل يقربك إلى الله سبحانه وتعالى حتى الابتسامة الله. حتى الابتسامة نعم. فيتقربك إلى الله سبحانه وتعالى فابتسامك في وجه أخيك صدقة. في وجه أخيك صدقة نعم. أعمال الصوم كذلك صيام أيام العشر نفسها وما والعبد إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله سبحانه وتعالى بينه وبين النار ما تخريفا فهذه كلها يعني من الأعمال التي ينبغي الإنسان أن يهتم بها شيخ ياسر الحق أحب أن أنتقل للمحور الآخر ولكن لدي سؤال لعله في الشارع العام يعني دائما الناس ربما في التهليل والتكبير لا يعرفون هل يرفع صوته في التكبير والتهليل أم يخفض صوته ربما مررت في إحدى الأسواق حقيقة ووجدت شيخا كبيرا لديه حسن السمت ويرفع صوته بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر وهو يكبر داخل ذلك المجمع هل ترى هذا رائع وجميل أن يرفع الإنسان صوته وبعضهم يخجل يقول كيف أبين للناس رفع صوتي بها الأمور أريد أن بهالنقطة البسيطة أن تبين لنا هل رفع الصوت أفضل أم أن يكون الصوت عاديا أم أنه يكون في سره وكاتم في داخل نفسه طبعا هذا من السنن المهجورة هو رفع الصوت بالتكبير سنة جميل. الإنسان يرفع صوته ذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر كانوا يخرجون إلى السوق فيرفعون أصواتهم بالتكبير فلما يرفعون أصواتهم بالتكبير يكبر الناس لتكبيرهم يكبر الناس لتكبيرهم جميل أنا أعرف هذا الشيء أنا أستوعب هذه الكلمة ولكن الناس عندما مر ذلك الشيخ الذي رأيته أنا حقيقة الجميع يطالعه يستغرب ما به ما الذي أصابه نعم. هو شكله تغير الأجواء وهو ويعني الناس تنظر إليه وكأنهم في استغراب صحيح. لماذا يرفع صوته صحيح هو طبعا كما ذكرتك أنه ما دام أنها مهجورة ولذلك الناس صاروا يستغربون من يقوم بهذه ولذلك ينبغي على الناس لا بالعكس أن يعلموا بأن هذه هي سنة وأن هذا الرجل قد كسب أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى بفعله هذا وأيضا كذلك شيخ بث الوعي بأهمية هذه السنة الخطباء الأئمة المعلمون في المدارس مؤسسات التعليم الأهل والأهالي في البيوت جميل. هذا كله مما يساعد على يعني على 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 إحياء الوعي في جميل. في هذه المسألة مسألة التكبير وأهمية التكبير في هذه العشر المباركة أنتقل إلى محور الحج الحقيقة والحج هذا الركن الحقيقة الذي لابد أن يقوم به كل مسلم الحقيقة أريد أن تبين لي مكانة وفضل الحج يا شيخ ياسر هذا الركن العظيم
الحقيقة أنه المتأمل فيه يعلم أنه بكلمة مختصرة هو مشهد مصغر من يوم القيامة، هو مشهد مصغر من يوم القيامة يذكر الناس بتلك اللحظات التي سيعيشونها في ذلك اليوم. ولذلك نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الحج يذكر بذلك المشهد، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آخر آية أيضا تكلم الله سبحانه وتعالى عن آيات في آيات الحج في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كأن هذه رسالة أخيرة يذكر الله سبحانه وتعالى بها الحجاج في ذلك اليوم أنهم يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا في نقطة مهمة جدا في قضية الحج، أنا دائما نتكلم عن أحكام الحج كثيرا ما نتكلم عن الخطبة وكذا، لكن قليل حقيقة عند المتأمل قليل من يتكلم عن أسرار الحج، يتكلم عن معاني الحج وما هي الرسائل التي يريد الله سبحانه وتعالى والمعاني والقيم التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يغرسها في الحجاج. عندما تتأمل مثلا في اللبس، لبس الإنسان للإحرام هذا يذكره بلبسه للكفن، هذا لونه أبيض وهذا لونه أبيض. أيضا كذلك الإنسان يغتسل قبل أن يلبس إحرامه، أيضا كذلك هذه رسالة واضحة الإنسان يتذكر بها ذلك تلك اللحظات عندما يفارق هذه الحياة. أيضا عندما يجتمع الناس في صعيد عرفات ويبدأ الناس يموج بعضهم في بعض، يبدأون يتحركون بطريقة جماعية كبيرة عندما تشاهد خاصة من أعلى، تذكر قول الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة عندما قال الله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أيضا كذلك قضية الوحدة التي توجد في الحج، المعنى الذي يوجد في الحج، الرابطة التي تربط المسلمين في الحج، قضية الوحدة والانتماء لهذا الإسلام، انتماء لهذا الدين. فعندما نجتمع في هذا المؤتمر العالمي ولا يوجد مؤتمر في العالم يجتمع فيه أناس بمثل هذا العدد، لما يجتمعون في هذا المكان بهذه الصورة أيضا هذا معنى عظيم يحيي في النفوس، هذا شيء الشيء الجميل. أيضا كذلك تساوي الناس في ذلك اليوم، فأنت عندما ترى الناس في ذلك المشهد لا تفرق بين كبير ولا صغير ولا تاجر ولا فقير ولا طبقة عليا ولا طبقة قليلة، لا تفرق بين هذا ولا هذا. وهذا المشهد أيضا يبين للناس أن فعلا المقياس الحقيقي الذي يريده الله. الناس يتفاضلون إما بالمال أم بالمنصب أو بالجاه أو بالحق حسب أو بالنسب، لا تنتهي كله تدفن هذه كل هذا يذهب. نعم الله سبحانه وتعالى يقول إلا ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا المعنى مهم جدا للإنسان يستحضره في ذلك اليوم. نعم. أيضا كذلك نقطة مهمة جدا يعني اللي هو قضية التوحيد وأهمية التوحيد في الحج. الله سبحانه وتعالى يقول أتموا الحج والعمرة لله، الإنسان يذكره بهذا المعنى أن الإنسان يوحد الله سبحانه وتعالى ويكون قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى وأن يعزف عن هذه الدنيا. نعم. أيضا كذلك نقطة مهمة قول الله سبحانه وتعالى، وهذا يبين لنا قضية التوحيد، عندما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج يا أيها الناس وضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فإن الله سبحانه وتعالى في سورة الحج يبين لنا أهمية التوحيد وأنه من أهم المعاني التي يجب أن يتقوى عليها العبد وأن يغرسها الإنسان في نفسه. نعم. أيضا نقطة أخيرة في مسألة في ذلك التجمع. نعم. أن الإنسان يتذكر يعني بذلك المشهد يتذكر يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وكيف أن الله سبحانه وتعالى جمع الناس من أقطار الدنيا. صحيح. لكي يجتمعوا في ذلك المكان وكلهم يهتفون بصوت واحد لبيك الله ثم لبيك. ولذلك لما قال الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، إبراهيم عليه السلام لا يوجد في تلك اللحظات لا يوجد فضائيات ولا يوجد قنوات ولا يوجد كاميرات ولا يوجد شيء ينقل هذا الصوت إلى العالم. صحيح. لكن من الذي نقله الله سبحانه وتعالى إلى العالم، ولا زلنا إلى اليوم استجابة لأمر الله، استجابة لنداء إبراهيم وأذان إبراهيم هذا نحن اليوم يتوجه المسلمون في كل مكان إلى ذلك المشهد. نعم. نعم جميل جدا. الحقيقة كانت كلمات جدا رائعة، لكن أريد الاستطاعة. نعم. الاستطاعة في الحج، ليتك تبين لنا يا شيخ ياسر مفهوم الاستطاعة في الحج، ربما يغيب عن ذهن بعض الناس من المستطيع. نعم. فنريد مفهومها يا شيخ. فيه يعني نقطة مهمة جدا في قضية الاستطاعة، وهذا يبين لك شمولية الإسلام وأن الإسلام جاء لكل زمان ومكان. جميل. قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الكلمة هنا مفتوحة، يعني وش تحديد الاستطاعة؟ وش معايير الاستطاعة؟ وش حدود الاستطاعة؟
متى تكون متى نقول هذه استطاعة وهذه غير استطاعة؟ تركها الله سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بما يتوافق مع زمانه. نعم. لكن هذه المعايير تختلف من زمان إلى من زمان إلى 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 إلى, إلى, إلى آخر. نعم. فهذه الاستطاعة كل إنسان بحسبه وكل بلاد بحسبه. جميل. هناك الزاد وعندنا الراحلة، كانوا العلماء يقولون الزاد والراحلة، وبمصطلحات اليوم نقول هو القادر الذي عنده تكاليف، عنده تكاليف السفر وعنده تكاليف الإقامة. لا. وأيضا العلماء هنا أكدوا على نقطة أن تكاليف السفر وتكاليف الإقامة تكون كل إنسان بحسبه، تختلف الإنسان، في بعض الناس لا يستطيع السفر بالطائرة، في بعض الناس لا يستطيع أن يسافر إلا بالسيارة، في بعض الناس لا يستطيع أن يجلس في أي مكان، فكل إنسان أيضا بحسبه. ولذلك الله سبحانه يبين لنا شمولية الإسلام. لا. وأنه جاء لجميع الناس ولجميع الطبقات وجميع الأمكنة، قال لمن استطاع إليه سبيل. الآن مثلا مسألة الآن في بعض الدول اللي قضية القرعة، الآن عندهم القرعة أنهم يتقدم عدد كبير والعدد محدود الذي سيأتي من هذه الدولة، فيكون هناك قرعة. طيب إذا ما خرجت عليك القرعة وعندك مال وعندك قدرة جسدية، قدرة جسدية وبدنية، لكن ما خرجت عليك القرعة، فالنظام في هذه السنة لم توفق، فأنت الآن تعتبر بهذه الحالة تعتبر غير مستطيع. بعض الدول لا يجعلون الإنسان يسافر إلا بعد 50. نعم. من دون 50 حتى لو كان قويا ولو كان عنده مال يعتبر غير مستطيع. نعم. فهذه المعايير تختلف من شخص إلى شخص، تختلف من بيئة إلى بيئة، تختلف من مكان إلى مكان. جميل جدا. إذن الاستطاعة حتى إذا كان الأمر هذا نظام من دولة. نعم. فهو يعتبر من عدم يدخل الاستطاعة، يدخل في الاستطاعة. نعم. يدخل في الاستطاعة. يعني يعتبر من معايير الاستطاعة في ذلك البلد. نعم. يعتبر معايير الاستطاعة في ذلك البلد. وهذا يبين لك كما ذكرت لك الإسلام صالح لكل زمان ومكان. تستطيع أن تطبق الإسلام في أرقى الحضارات، وتستطيع أن تطبق الإسلام في 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 قرية صغيرة لا تملك أقل أبجديات الحضارة. جميل جدا. وهذا من شمولية الإسلام وعظمة الإسلام، يعطي في بعض الأمور يعني في نقطة هذه مهمة. نعم. جدا، قضية أن الإسلام ما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. ألا يتغير بتغير الزمان والمكان قد حسمه الله. مثلا الآن الصلوات لا تجد مسلمين في الأرض يختلفون أن صلاة الظهر 4 أو 5، ما فيه ما فيه. لا تجد مسلمين مثلا في الأرض يختلفون أن الله موجود ولا غير موجود. نعم. لا تجد مسلمين في الأرض يختلفون خمر حرام ولا حلال. نعم. ما فيه، كل البشر يتفقون على هذا، حسم الأمر، فهذا أمر حسمه الله. نعم. لأن الله لا يريد أن هذا الأمر يتغير بتغير الزمان والمكان. لكن هناك أمور تركها الله سبحانه وتعالى، أعطى الأطر العامة. نعم. لكن التطبيقات تركها لكل زمان وكل بلد وحسب، مثل الشورى. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم. طب كيف الشورى، كيف آلية تطبيق الشورى؟ نعم. كيف تطبق في 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 بلد وفي هذا البلد كيف تطبق؟ هذه تركها الله سبحانه وتعالى لكل علماء في 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 بلدهم، في بلدهم. والعلماء يقدرون. نعم. يقدرون هذا وهذا، وهذا يبين لك مرونة الإسلام. نعم. أن الإسلام مرن يمكن تطبيقه في كل مكان ومكان. ونختم أيضا بنقطة مهمة في قضية في قضية الحج. لا 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 يعني هي جاءت في بالي قبل قليل. نعم. في قضية أن يعني الله سبحانه وتعالى في قضية التوحيد، الله سبحانه وتعالى في المثل هذا الجميل عندما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. نعم. أنا كنت أتكلم مع أحد الأساتذة عندنا في الجامعة، كنت أتكلم معه، هو أستاذ متخصص في كلية الزراعة، فسألته عن موضوع الذبابة، قلت هل الذبابة أسهل في الخلقة في التكوين أم البعوض؟ فقال لا، أسهل حشرة من حيث التركيب في الكون هي الذبابة. الذبابة أسهل مخلوق من حيث التركيب. سبحانه. ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى البشر أن يخلقوا، ذبابة. نعم. علما أن الذباب يتكاثر بصورة كبيرة حتى. نعم. أن أنثى الذبابة تبيض في كل يوم، في كل يومين تبيض 150 بيضة، يتكاثر. نعم. بصورة، لكنه يموت بسرعة، ولذلك لأن أعداده كبيرة. ولذلك. نعم. يقول أحد علماء الحشرات لو بقي الذباب مدة سنة كاملة لم تلأت الأرض ذبابا، ولكنه يموت بصورة سريعة. ثم الله سبحانه وتعالى شوف تحدى الآن البشر كلهم، كل من على وجه الأرض تحداهم أن يخلقوا ذبابا. إيتوا بعلومكم وإمكاناتكم وقدراتكم وخلقوا لنا ذبابا. ثم الله سبحانه وتعالى يتحدى أكثر فيقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني الشيء اللي أخذ منكم الذباب، اللقمة التي أخذتها منكم الذباب، يعني الله سبحانه، كأن الله سبحانه وتعالى يقول ما عاد نريد ذبابة. نعم. نريد اللقمة التي أخذتها منكم الذبابة، ما نقدر نرجعها. اكتشفوا الآن علميا أن الآن الذباب مجرد ما تنزل مادة كيماوية معينة. نعم. ثم يتحلل هذا قبل أن يدخل إلى جوفها. نعم. لأن ليس لها معدة، هي ليس لها معدة. فعندما تأكل اللقمة لو تفتتها لا تجد شيء، لأن ليس لها معدة.
فالله سبحانه وتعالى يتحدى في هذه اللحظة يقول ائتوني باللقمة التي أخذتها منكم والذبابة. شوف ضرب لنا في أحقر شيء. نعم. هذا يبين لنا عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي يقول عن شوف هذا ذبابة يقول الله سبحانه وتعالى عن البشر كلهم. نعم. والبشر تعرف أنه أعقد آلة في الكون هي الإنسان. صحيح. أعقد يعني أعقد مخلوق في الكون من حيث التركيب. نعم. هو الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى عن البشر كلهم عن البشر كلهم. قال الله سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحان الله. وهذه وان جاءت الآية هذه في شهرين الله سبحانه وتعالى لنا قضية التوحيد وإحياء في النفوس جاءتنا في سورة الحج. صحيح. لنتبين لنا عظمة الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. إذن الشيخ ياسر الدوسري وهو عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، فعلا أتقدم لك بجزيل الشكر على هذه المعلومات النيرة وهذه المعلومات الحقيقة التي فعلا أعطيتنا معلومات عن الحج وعن فضائل أيضا عشر ذي الحجة. شكرا جزيلا لك يا شيخ ياسر، حياكم الله. وأنا الحقيقة سعيد مشاركتكم في هذا اليوم وسعيد باللقاء بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات عبر هذه القناة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكم بخير وأن يسر على الحجاج حجهم في هذه السنة وأن ينتهي هذا الحج ونحن في أحسن حال بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. شكرا جزيلا.